الفلاحية مجاورة للأملاك الغابية عليه بإنجاز شريط وقائي العرض تاعو يكون 5 أمتار ما لازمش نديرو معاه إجراءات رضعية. لذلك راح تكون هذه الحملة التحسيسية مدير العام للحماية المدنية سطرت برنامج تعليم رفقة الشركاء من محافظة الغابات في الصرامة المصالح الفلاحية، وهذا للتصدي للحرائق في بدايتها. أولا إعطاء بعض النصائح والإرشادات الوقائية لمختلف الفلاحين التي تتمثل في حزام وقائي نزع الحشائش الجافة حول المحاصيل الزراعية. كذلك نعلم الفلاحين أن جل الحرائق التي حسب الخبرة التي لدينا أنها تأتي الشرارة دائما من آلة الحصاد، وعليه تزويد آلة الحصاد بجهاز إكستنكتور اللي هو آلة إطفاء. والانطلاقة كانت اليوم من بلدية الهاشمية مع لفائدة فلاحي البلدية بحضور سلطات البلدية وكامل الشركاء المحليين هنا في بلدية الهاشمية. الحملة التحسيسية لحرائق الغابات المحاصيل الزراعية، وكما تعلمون صندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن طريق الصناديق الجهوية أو الصناديق المحلية كل عام في موسم الحصاد والدرس يقوم بحملات تحسيسية.